بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثاني من الكتاب 56، كتاب الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. باكين يعني متعظين، متعظين خاشعين. يعني الإنسان إذا مر في أماكن غضب الله على أهلها ولعنهم، فعليه ألا يمر إلا مسرعا خاشعا متباكيا متعظا، ولا يشرب من إيه؟ من بقايا أثار مائهم حتى. يعني إذا مر على قرى قوم ثمود عليه أن يمر مسرعا ولا يشرب حتى من بقايا مائهم. إذا مر في مقابر الفراعنة وقد لعنهم الله، فعليه ألا يمر إلا مرور المتعظ وليس الإيه المنبهر، ولكن يتعظ، حيث لم ينفعهم لا مالهم ولا علمهم بكفرهم بالله. وعليه ألا يستعمل أدواتهم لأنها أصابتها اللعنة معهم، فلا يستعمل أدواتهم. وكذلك لما تيجي وانت في الحج في طريقك من عرفات إلى مكة، بتمر بالوادي محسر. وادي محسر هذا هو الوادي الذي حسر فيه أصحاب الفيل، ونزلت عليهم الطير الأبابيل ورمتهم بحجارة من سجيل. فهذا المكان كان شاهد غضب الله، فالنبي كان يأمر الصحابة أن يسرعوا في وادي محسر ولا يستريحوا فيه. فما تعدي على وادي محسر ما فيش داعي تقعد استراحة وتقعد تشرب شاي وتريح شوية وتجدد وضوءك، الكلام ده كله نبطله. نبقى عارفين مثل هذه الأماكن مخافة أن يصيبنا ما أصابهم. ربنا بيقول وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني اللعنة مستمرة طول فترة الدنيا على هذه الأماكن. البحر الميت كان على سواحل إيه؟ قرى لوط. ما فيش داعي برضو تنزل البحر الميت وتتعرض لهذا، لأنه ممكن يبقى فيه بيعملوا استشفاء للعلاج ومش عارف ايه، يقول لك اصل ده مياه معدنيه. المسلم يحتاط يبعد لا تصيبه اللعنه، فهمت؟ وهكذا. يبقى دي سنه احتراما لايه؟ لحكم الله في عباده، واحترازا من ان تصيبك ما اصاب القوم. والعجيب ان هم لاحظوا هذا، لعنه الفراعنه دي ايه؟ دي امراض غريبه الشكل تصيب كل من دخل ونقب في الفراعنة. يقول لك أصابته لعنة الفراعنة، يعني يموت فجأة، يموت بمرض غريب، يصاب بأمراض غريبة، وبعدهم يصيبوا لوثة، وبعدهم يفقد عقله، وبعدهم يعني حاجات غريبة. درجة معروفة وصفوها، سموها لعنة الفراعنة. ولعنة الفراعنة دي أصابت كل من دخل ونقب في الفراعين وآثارهم وعاش في وسطهم فترة، تصيب هذه اللعنة. شفت النبي خايف علينا من أن تصيبنا مثل هذه اللعنات، فهمت بقى المسألة؟ واحد يقول لك أصل إحنا مش عارفين. لا عارفين، ده الأوروبيين نفسهم مسمينا لعنة الفرع. في أكتر من كده، لاحظوها، لاحظوها في كل من نقب وعاش حياته في التنقيب إلا وأصابته أمراض غريبة الشكل. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 55 بعد 607,000، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد
وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أن يعني كي لا يصيبكم، أن هنا بمعنى كي لا أو لئلا، زي في القرآن: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي كي لا تحبط، أي لئلا تحبط، كي لا أو لئلا. يبقى أن المخففة من الثقيلة في هذه المواضع بمعنى كي لا أو لئلا. والنبي مر على أهل الحجر إمتى؟ بغزوة تبوك، وهم راجعين من غزوة تبوك، مروا على قرى ثمود اللي هم الحجر، وكان في بقايا مياه عندهم، فلموا الميه وحاولوا يشربوا ويعجنوا وياكلوا، فالنبي امر بهذا العجين ان تاكلوا الدواب ونهاهم ان ياكلوهم واراقوا الماء صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول لهم: قال رسول صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر، اي عن اصحاب الحجر، اللام هنا لاصحاب الحجر اي عن اصحاب الحجر لاصحابه لصحابته، فهمت؟ يسموها بالتضمين، ضمن معنى الكلام لاصحابه عن اصحاب الحجر، فاللام هنا بمعنى عن، اللام هنا بمعنى عن. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، سورة الأحقاف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يبقى اللام هنا بمعنى عن، زي بالضبط سورة الأحقاف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي عن الذين آمنوا. لازم نفهم اللغة العربية كويس، لأن لو ما فهمناش اللغة العربية مش هنعرف نقرأ نفهم كلام النبي ولا كلام القرآن. واللي بيتجرأ على كلام النبي وكلام القرآن دون أن يفهم العربية يسوء فهمه، ويطلع لنا دين جديد، دين الدواعش ودين الكفار ودين الوهابية ودين الأمريكان ودين الفرق المختلفة اللي طلعت، اللي احنا وهتفضل فرق تطلع كل شوية بتجرؤ الناس على القرآن بغير فهمهم للغة العربية. فهمت ازاي؟ هذا خطأ كبير. هو حديث النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر، هو النبي التقى بأصحاب الحجر؟ ما التقاش بأصحاب الحجر، مش كده برضو؟ لأصحاب الحجر قبل النبي بحوالي 5000-6000 سنة. يعني امال نفهمها ازاي؟ اي عن اصحاب الحجر، لان لا اللام هنا بمعنى عن، ما يفهمش المعاني دي الا اللي دارس اللغه العربيه، والا هيجي يقول لك ايه ده، هو النبي التقى باصحاب الحجر؟ لا غلط، ده الحديث ده غلط، اشطبه، ده صحيح مسلم فيه احاديث غلط بتثبت اللقاء النبي باصحاب الحجر، كل ده بناء على عقله المريض، لا فاهم قران ولا فاهم سنه. اذا كان ده في القران نفس اللغه دي، وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا، والكفار ما قالوش كده للذين امنوا، ده قالوا كده لبعضهم عن الذين امنوا، فهمت؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين، اي متعظين متذكرين ما فعله الله بالكفار، فإن لم تكونوا باكين، يعني لو لم تدخلوا متعظين مستعبرين بما حدث لهم، فلا تدخلوا عليهم أحسن أن يصيبكم كي لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ويقاس عليه بقى قدماء المصريين والفراعين وقرى عاد وقرى لوط
كل دول يقاس عليهم كل ده، لا تدخلها الا ان تكون باكيا متعظا، ولا تمكث كثيرا، ولا تستعمل بقايا اثرهم مخافه مش تاخد بقى حاجه كده للذكرى، ولكن انا كنت هنا بزور وجايب مش عارف ايه حاجه ذكرى من هناك. لا يا سيدي، خلي الذكرى دي في مكانها، دي حاجات اصابتها اللعنه. فهمت؟ في ناس تجيب جعارين بتاع الفراعنه من قبورهم ويحطها في بيته زينه، وجايب لعنه حاططها جوه بيته. انت يعني ناقصين تجيب لك لعنه في بيتك. فهمت؟ فلازم المسلم يتقي الله ويحافظ على نفسه من غضب الله، لان هذه الاشياء الخاصه بهم اصابتها اللعنه كما اصابتهم. فهمت؟ اصابتها اللعنه كما اصابتهم. لا، ما نهاش عن الزياره مطلقا، الا تدخلوا الى ان تكونوا باكين، شرط ان تكون متعظا. اذا هتروح تزور عشان تتعظ وتقول سبحان الله، لم ينفعهم مالهم ولا جاههم ولا اموالهم ولا تقدمهم ولا ولا، تقوم تتعظ؟ اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، قل سيروا في الارض فانظروا. يبقى ربنا امرنا بالسير، لكن بالسير لننظر لنعتبر لان كنا باكين. فهمت؟ لكن حتى تزير في الارض تنظر بغير عظه والتعاظ، يبقى ابتعد احسن، ان يصيبك مثل ما اصابك. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر زي ما قلت لك في غزوه تبوك، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذرا ان يصيبكم مثل ما اصابهم، ثم زجر فاسرع حتى خلفها. زجر يعني ايه؟ الدابه بتاعته زجرها يعني لتسرع الخطى، حتى خلفها، حتى ايه يعني ايه؟ تركها خلفه يعني عبرها يعني. وعن ابي قال حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود فاستقوا من ابارها، يعني جمعوا ميه من ابارها، وعجنوا به العجين، وعجنوا كمان عشان يخبزوا ياكلوا، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا، يعني يسكبوا كل ماء جمعوه من مائهم، ويعلفوا الإبل العجين، ولا يأكلهم العجين ويعلفوه للإبل. طب والإبل مش هيسيبها ليه؟ لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين. لكن المكلف مكلف بأن يعتبر، المكلف مكلف بأن يعتبر، اما الدواب فغير مكلفين، لا يعصون الله ما امره، زي هم حالهم كده، ربنا جبلهم وفطرهم على حاله لا يعرفون فيها الله، ولم يامرهم باشياء معينه يكلفهم بها، ولم يعطيهم عقل حتى يتدبروا التكاليف، وبالتالي لا يصيبهم شيء. فالنبي حتى لا تضيع ماليه الطعام قال لهم ايه؟ اعلفوه دوابكم ما تاكلوهوش انتوا، والميه ارموها. يبقى اي واحد عنده اثار فراعنه حاططها في البيت، عنده زينه كده، في ناس ده بتشتريها بالاف الجنيهات، يقول لك ده قطعه اصليه فرحان بيها قوي، ولما يجي له ضيوف يا سلام، علي ان يتخلص منها باي صوره ما، يسلمها للمتحف المصري. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. والبئر اللي كانت تريدها الناقة دي بئر لم يصبها إيه؟ لم يصبها اللعنة.
وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. بئارها يعني جمع أي أبيارها. يعني باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. الساعي يعني الذي يقضي حوائجهم ويتصدق عليهم، ده الساعي. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم يعني يصلي لا يفطر يعني لا يتعب ويكسل، وكالصائم لا يفطر يعني مديم الصيام من حيث الأجر. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى هكذا. كافل اليتيم له يعني إذا كان اليتيم لك يعني ابن أخوك مثلا، قريبك يعني ابن أخوك أو ابن ابنك حفيدك وأبوه مات وانت كفلته، أو ابن عمك يتيم وأبوه مات وهو صغير فانت كفلته، يعني معناه اليتيم له يعني قريبا له، أو لغيره، أو هذا اليتيم أجنبي عنه مش من عيلته. في الحالتين يكون مع النبي في الجنة. فهمت ازاي؟ كافل اليتيم له يعني من قرابته، او لغيره يعني ليس بينه وبينه قرابة. انا وهو صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة، يعني شوف انت الاصبعين ملاصقين لبعض ازاي، يعني في مقام متقارب في الجنة. فهنيئا لكل من فعل ذلك. ويبقى كل اللي بيعملوا في ايه في كفالة اليتيم وفي حل مشاكل اطفال الشوارع وفي بنك نصر الاجتماعي اللي بينفق على الارامل وعلى المساكين وعلى المطلقات، كل العاملين في هذه الاماكن لو وجهوا نيتهم وفقا لهذا الحديث يبقى مقامهم مع النبي، فلا يؤخروا ولا يعطلوا مصالح الناس ويقدم حوائج الناس. وزي الجمعيات اللي بتطلع تخدم الناس زي جمعية رسالة ومصر الخير وجمعية والأرمان والحاجات اللي هي ايه بتقضي حوائج الناس، كل دول بشارة لهم هذا الحديث، كل من ايه ساهم في مثل هذه الأشياء. إنما الوقت حصروا الجهاد في سبيل الله أن يروح يفجر نفسه في أسواق المسلمين، قال الجهاد لما قال لك طب ما تكفل أرامل المسلمين وأيتام المسلمين وفقراء المسلمين وانت باخد كالمجاهد في سبيل الله، بدل ما تفجر نفسك في وسطهم وتحرق بيوتهم وتخرب أموالهم علشان تعرف ازاي ان هم قرأوا هذا الدين بطريقة ملتفتة، دين أمريكاني كوبوي لا يعرفه المسلمون. شفت انت أفلام الكوبوي؟ هم برضو عايزين يخلوا المسلم كده، مسلم كوبوي. باب فضل بناء المساجد. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما سيدنا عثمان بن عفان كان مسجد النبي تهدم بكثرة الأمطار، على ما جت خلافة سيدنا عثمان ابتدت الجدران تتهدم، والصحابة مش عايزين حد يجدد فيها عشان بركة الجدران دي معمولة أيام النبي. طب بس هتتهدم نعمل إيه؟ فراح سيدنا عثمان بن عفان جدد المسجد على حسابه. الناس بقت معترضة، ضيع الآثار وضيع مش عارف عمل ايه، وكان الاولى كان يتركه وكده. فسيدنا عثمان بقى بيكلمه بيفهمهم هو ليه عمل كده، فهم انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جدد بناءه، انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله، اكثرتم الاعتراض علي، يعني اكثرتم الاعتراض علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن الضحاك، قال ابن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وعنه به قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك ابن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. باب الصدقة في المساكين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض، يعني مكان متسع في الأرض لا بناء فيه، بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، يعني سامع صوت جاي من السحاب كأن الملائكة بتسوق السحاب والملائكة بتأمر السحاب تسقي حديقة فلان، فأسمعه الله ذلك كويس، فتنحى ذلك السحاب يعني توجه هذا السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني في أرض حجارتها سوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة هي مسيل الماء، مسيل الماء لما المطر يمشي ينزل يوم يجتمع ويمشي في ممرات كده، الممرات دي يسموها شرجة، خدت بالك؟ فإذا شرجة من تلك الشراج اللي هي مسيل الماء يعني قد استوعبت ذلك الماء كله، لدرجة ان المية كلها اجتمعت في ايه؟ في مسيل واحد معين، فتتبع الماء، فضل ماشي هو ورا المية ده، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته المجرفة، يعني بمجرفته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ ايه اللي خلى ان ربنا كده ايه يجبرك ويسقي حديقتك دون سائر الحدائق اللي حواليها مخصوص ليك انت، وذكر اسمك على لسان الملائكة، فما تصنع فيها؟ قال اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، يعني يأخذ المال يقسمه أثلاث،
ثلث صدقة وثلث يأكله وثلث ينفقه على زراعتها مرة أخرى. ويبقى بركة الصدقة ربنا سبحانه وتعالى إيه ثمر ما إيه ماله، يبقى لا ينقص مال من صدقة. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد، غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. باب من أشرك في عمله غير الله، يعني أراد بعمله الصالح شيء غير الله أو مع الله، يعني يقول لك أما أعمل أتصدق كده علشان يعني ايه ربنا يرضى عني، وفي نفس الوقت لما ترشح في مجلس الشعب الناس برضو تنتخبني، تمشي الحكاية. يعني بيعمل حاجة زي الاخوان، الاخوان كانوا صدقة مالهم وزكاتهم ما يطلعوهاش الا مع الانتخابات مجلس الشعب، علشان لما يوزعوها على الناس وهم حديثي قاعد الانتخابات يوم يرشحوه. طب وليه طلعها وقت ما يجب الحول، وقت ما يحول الحول طلع الصدقه بتاعتك على طول، مش تستنى الانتخابات. يبقى بتبتغي بيها وجه الله ولا وجه غير الله؟ اعمل العمل لله خالص ولا تنتظر ثوابا له في الدنيا ولا اجرا له في الدنيا، بل كل ما تكون مخفي احسن. شوف قد ايه. فالواحد ياخد باله، لان في كثير من الناس يحول الطاعات الى مظاهر تنفعه في المناصب، فاياك اياك من هذا. فاجعل العمل لله خالص، سواء بقى جاءك منصب او لم يجيء لك منصب، ما تفرقش معك. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به. من سمع يعني أراد أن يسمع الناس أعماله فضحه الله، ومن رأى رأى الله به، ومن أراد أن يراه الناس جعله محل نظر الناس بحيث لا ينتفع من الله بشيء. فلتكن محل نظر الله ولا تكن محل نظر الناس، فهمت؟ فمن راعى نظر الناس وكله الله للناس، والناس هم عين الإفلاس، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فاجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينظر إليك ولا تهتم بنظر الخلق، فالحقيقة أنه لا موجود إلا الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث ابن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري. وعن أبي قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد. باب التكلم بالكلمة
يهوي بها في النار. يعني الإنسان ممكن يقول كلمة تكون سببا لأن يهوي بها في النار، كلمة كفر، كلمة زور، كلمة ازدراء بنبي أو بأتباع نبي لكونهم أتباع نبي، هذه الكلمات كلها يهوي الإنسان بها في النار. كم من إنسان يستهزئ بالشرع الشريف ويستهزئ بأهل الشرع الشريف ويستهزئ حتى بالأنبياء وبالمرسلين، وهذا الكلام خطير لأنه يهوي به في النار، لأنه يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. عشان كده قلنا الازدراء بالأديان حرام بأي دين، لأن هذه الأديان كلها سماوية، فلا تزدري شيء، كن فيما أقامك الله فيه ودع الخلق للخالق. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. زي واحد مثلا يقول لك إيه، النبي بشر زينا زيه ومات وخلاص ومش هننتفع بيه بعد وفاته، أما يجعل النبي بشريته معتادة هذا ازدراء بالنبي، لأن النبي بشريته غير معتادة، بدليل أنه يوحى إليه، بدليل أنه تحمل نزول القرآن على قلبه. البشر المعتاد لا يوحى إليه ولا يتحمل نزول القرآن على قلبه، إزاي يبقى بشر معتاد؟ يبقى لما سلب النبي الخصوصية كأنه ازدرى النبي، يقول الكلمة دي ببساطة كده ويروح بيته ويفتكر نفسه انه كده هيدخل الجنة وهي يهوي بها في النار 70 خريفا، ولا ينفعه بعد ذلك عبادته طول عمره، ولا حج ولا عمرته ولا قراءته للقرآن ولا صيامه. شفت قد ايه؟ لأن النبي أهل خصوص، الأنبياء جميعا أهل خصوص، ليسوا بشر معتاد، وإلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. الكفار هم اللي افتكروا أن الأنبياء بشر معتاد، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مش هنؤمن إلا لما يوحى إلينا ونبقى زيهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهمت؟ كلام بسيط بيتكرر على فكرة. يجي واحد يقول لك إحنا مش محتاجين واسطة ولا ربنا محتاج واسطة، قول يا رب على طول. لا، أنت محتاج واسطة بقى، أمال احتجت النبي إزاي؟ هو النبي مش هو الواسطة، واسطة الوحي؟ يقولك مش محتاجين واسطة، يعني مش محتاجين وحي، مش محتاجين أنبياء. يعني ايه مش محتاج يعني؟ لا، انت محتاج وفقير، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، فازاي تقول انا مستغني وانت فقير؟ فهمت بقى ازاي؟ كلام بيتكرر الناس بتكرره وهو خطير جدا. يعني اللي ينكر الوسائط بينكر الوحي، اللي يقول الناس مش محتاجة وسائط أنكر الوحي، لأن الوحي واسطة بين الله وخلقه، والوحي يكون على قلب أنبياء، فاللي يقول إحنا مش محتاجين واسطة أنكر الوحي. شفت الخطورة؟ عشان كده يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كم من الكلام الذي يقال لا يلقى له بال، والإنسان يعني إيه يضيع حاله، يقعدوا يتكلموا في برامج حوارية، واحد يقول مثلا أنا لا أرى بأسا من الحرية إن الإنسان يعيش الحياة اللي تعجبه، والله واحد يعني شاذ نسيبه لشذوذه، واحد معتدل نسيبه لاعتداله، نسيب كل الناس على ما هي عليه ولا نتناصح، كل واحد يهتم بأمره. إيه المانع يعني إن راجل يتجوز راجل يعني؟ وإيه المانع يعني إن ست تتجوز؟ والله بيقولوا كده في برامج. هذا الكلام يهوي به في النار 70 خريفا، وهو لا يلقي له بالا، متصور ان هو من النخبة، ان هو مبدع، ان هو مش عارف ايه، واخد في نفسه الألم وهو قاعد بيقول كلام عك. كل الحاجات دي بنسمعها في البرامج الحوارية على فكرة، ما تستهونش بما يقال. واحد يقول لك ما فيش داعي للسنة، القرآن كفاية، البخاري ده احاديثه فيها احاديث خطأ عشان يشكك الناس في ايه، في ثواب الدينها.
كلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في الناس سبعين خريفا. كلام كتير قوي، ده انا لو اقعد احكي لك الكلام اللي بيتقال يهوي بيه الناس سبعين خريفا هنقعد لحد العشاء ان شاء الله. لكن عايز تسمعه افتح البرامج الحواريه. انا من عده سنوات جاء واحد من الناس المفكرين، يسمي نفسه مفكر، بيقول للمذيعة انا لا اعتقد ان في ملائكة ولا اعتقد ان في شياطين، لكن هو الشياطين دي نوازع الشر في الانسان والملائكة دي نوازع الخير في الانسان. والتانية تعمل له كده، تقول له تعمل له كده بدماغي يعني موافقة. كلام يهوي فيه يعني اما يقول لا اعتقد ان في ملائكة، يبقى ما فيش جبريل وما فيش ملائكة وما فيش جنة وما فيش قرآن، وكل ده باطل تكذيب بكل ده، يعني كافر ببساطة كده، كافر. تصور كده ويقولها كده ببرنامج حواري عادي والمذيعة تصدق عليه ويسمي نفسه مفكر. اخذ يفكر ويفكر وفي الاخر راح في 60 داهية. فهمت؟ نماذج كتيرة يعني لو قعد احكي لك انا سمعنا ايه كلام يودي في 60 داهية، واللي يعيبه في ستنا عائشة، واللي يعيب في الصحابة، واللي يعيب في ابي بكر الصديق، واللي يلعن الشيخين، كل كلام يهوي به في النار 70 خريفا، واللي يذكر الموتى بسوء، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وده يمسك لك ده في مش موتى، ده في ناس يقول لك كل الصوفيه ضلاليه، كل الصوفيه كلمه اهي يهوي بها النار 70 خريفا، لان كم ملايين الاولياء دخلوا فيها وسمتهم بالضلال، ملايين ممليانه من الاولياء اللي ماتوا واللي عاشوا واللي لسه هيجوا. كلمه بسيطه وسمعناها كتير من الناس يقولوا كده، كل الصوفيه ضلاليه، كل الاشعريه ضلاليه، مش بيقولوا كده؟ كلمه يهوي بها في النص 70 خريفا. الاشعريه دي عقيده اهل السنه والجماعه، دي عقيده العلماء اللي احنا بنتعلم منهم، الامام النووي وابن حجر العسقلاني والامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل، وفي الاخر يقول لك الاشعريه ضلاليه. فهمت بقى الكلمات اللي هي ممكن الانسان يقولها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا؟ فهمت؟ كتير قوي. فاتق الله، اتق الله وراقب نفسك، لان هناك ملائكه بتكتب لك كل حاجه. خد بالك رب، في ملائكه، واحد لسه جايبينه في التلفزيون من كام يوم يقول القرآن ده نص تاريخي، يعني كأنه بيقول غير صالح لكل زمان ولا كل مكان، انه كان صالح في فترة معينة وخلاص واصبح غير صالح. كلمة كده، القرآن نص تاريخي. واحد تاني يقول لك نص ادبي قابل للنقد. كل ده كلام بيتقال اهو يهوي بيه في النص 70 خريفا، وبيتقال كل يوم. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا يا سيدي. يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن أبي بكر بن عمر، محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان ظلم نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرحمنا ويرحم سائر المسلمين من كل سوء وفتنة وكرب وهم وغم، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ونكمل غدا إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاك